اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي كعادتنا بمجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي هتكون ان شاء الله بتهم حضراتكم، ونبتدي في الاول باهم الاحداث اللي حصلت امبارح وابرزها تلقي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الكيني ويليام روتو، وتم التباحث حوالين اخر التطورات الازمه اللي موجوده في السودان. وخلال الاتصال توافقت الرؤى على مواصله بذل المجهود للتوصل لوقف شامل ومستدام لاطلاق النار، مع دعم مساعي الحوار السلمي واستئناف المرحلة الانتقالية بما يؤدي إلى حقن دماء الشعب السوداني الشقيق. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة مشروعات قطاع النقل، وأيضا تابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستعدادات المرحلة الثانية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الكيني ويليام روتو. خلال الاتصال تم التباحث حول آخر تطورات الأزمة في السودان، وتوافقت الرؤى على مواصلة بذل الجهود للتوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، مع دعم مساعي الحوار السلمي واستئناف المرحلة الانتقالية بما يؤدي لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق وتجنيب المخاطر الهائلة للنزاع إنسانياً واقتصادياً، وصولاً لتحقيق تطلعاته في المستقبل الآمن المستقر وتعزيز مسار التنمية والبناء. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حوار صحفي مع رئيس التحرير الدولي لصحيفة أساهي، إحدى أكبر الصحف اليابانية وأعرقها، ودعا على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا لمصر خلال الفترة من 29 إبريل للأول من مايو الجاري. تطرق الحوار لعدد من الموضوعات، منها العلاقات المصرية اليابانية الوثيقة والتعاون بين البلدين في تسوية القضايا والأزمات الدولية، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو الأزمات الإقليمية الراهنة. وأكد الرئيس حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأيضاً أكد الرئيس موقف مصر من الأزمات القائمة بالمنطقة، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية المصرية بتقوم على رفض التدخل في شؤون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة من خلال وزارة النقل، وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في مجال النقل بمختلف قطاعاته، وده لأن هذه المشروعات لها دور كبير في تحقيق أوجه التنمية بمختلف صورها وتيسير حركة تنقل المواطنين والبضائع. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع وحدة حل مشكلات المستثمرين، وأكد مدبولي أن الحكومة لا تألو جهداً في سبيل تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، مع العمل على حلها بشكل يتيح البيئة الاستثمارية المواتية. وقال كمان أن الوحدة منذ إنشائها بتعمل على حل المشكلات قبل الوصول إلى جهات التقاضي أو التنازع. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستعدادات المرحلة الثانية، وشدد على سرعة استلام المباني الخدمية اللي تم تنفيذها بهدف تشغيلها واستفادة السكان بها. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل، وأنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى. المركز قال أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشدد على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمس قروش فقط دون أي زيادات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بالفريق الركن محسن محمد حسين الداعري وزير دفاع جمهورية اليمن والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الإشارة أمان 2، واللي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة.